أهلا بكم من جديد. وقعت مجموعة شركات طيران الخليج القابضة اتفاقية مع شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، يتم بموجبها تأسيس مشروع مشترك باسم شركة البحرين للأسواق الحرة برأس مال يبلغ 7 ملايين دينار. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيران الخليج القابضة، وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد، ورئيس مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة فاروق المؤيد. كما وقعت شركة مطار البحرين اتفاقية مع شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، يتم بموجبها منح الامتياز لشركة البحرين للأسواق الحرة الجديدة لمدة 15 عاما. هذا وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البن فلاح، ومدير عام شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بسام الوردي. مجموعة طيران الخليج القابضة تملك في الشركة الجديدة بنسبة 45%، والشركة الحالية تملك 55%، بحيث أن احنا نستثمر ونقدر أيضا نزيد من إيراداتنا. في نفس الوقت العقد بين الشركة الجديدة وبين شركة مطار البحرين المشقة لمطار البحرين أيضا بيتغير، لأن العقد الموجود حاليا عقد قديم. فبعد التفاوض الحمد لله وصلنا إلى اتفاق جدا جيد بيفيد الجميع، الجميع راح يربح ولكن بنسب يعني مثل ما نقول عادلة للجميع. أعتقد هذه من إحدى يعني الأمور اللي اشتغلنا عليها خلال الفترة السابقة. طبعا اليوم جميع العقود في مطار البحرين الدولي راح تتغير. طبعا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تعريف العلاقة بين شركة مطار البحرين وشركة الأسواق الحرة، وذي المرحلة راح تكون مهمة في تحديد جوانب الخدمات اللي راح تقدم للمسافرين في مبنى المطار الجديد اللي هو تحت الإنشاء. طبعا ذي الشركة الجديدة لتقديم خدمات الأسواق الحرة هي شراكة بين مجموعة طيران الخليج القابضة وشركة الأسواق الحرة البحرينية. ذي الشركة الجديدة اليوم دخلت في عقد جديد مع شركة مطار البحرين، ومن خلال ذي العقد راح يتم تعريف جميع جوانب العمل اللي راح يقومون فيها في مبنى المطار الجديد. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها المنبثقة على برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشددا في هذا السياق حرص الوزارة على تسهيل كافة إجراءاتها ذات صلة بجذب وتوطين الاستثمارات الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لكابيتال كلاب الذي استضاف الوزير الزياني كمتحدث رئيسي بحضور عدد كبير من أعضاء النادي من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والمعنيين بقطاع الأعمال في المملكة. وقد تطرق الزياني خلال كلمته إلى التطورات الاقتصادية في المملكة والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى إنجازات الوزارة للعام 2017 في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة. كما تطرق الوزير إلى القوانين والتشريعات الجديدة. ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.17% عند مستوى 1344 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9,061,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,250,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 137 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. نتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.40% عند مستوى 7568 نقطة، مدعوما بارتفاع كبير لمؤشر قطاع الاستثمار وأيضا التمويل.
نتحول إلى بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعا أيضا بنسبة 0.66% عند مستوى 6672 نقطة، وذلك لارتفاع مؤشر قطاعي الرعاية الصحية وأيضا العقارات. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد انخفاضا بنسبة 0.12% عند مستوى 4626 نقطة، متأثرا بتراجع أغلب مؤشرات البورصة، في حين سجل سوق دبي المالي انخفاضا أيضا بنسبة 0.26% عند مستوى 3455 نقطة، ويعود سبب النزول انخفاض مؤشر قطاعي العقارات وأيضا التأمين، في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.23% مغلقا عند مستوى 5000 نقطتين، مدعوما بتقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية.